صباح الخير يا دكتور. معلش عطلك ثواني. ياسمين تعالي. معلش اقعدي. مش دي صاحبتي اصلا. يلا بنات بقى خشوا. يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك. انجي وسارة تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه جوه وانا هجي لكم. عبير وميمي ورا. اقعدي هنا بقى عشان تبيضين المحاضرة. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم. انا المصيبه انك عاجبهم هما. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هما عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره، انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا على ايه؟ خليها طريه، خليها طري. اتفضل اقعد. طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبيه ولا حتى بالحروف الابجديه. مشروع السنه دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير، انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسه كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف بخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبعك هنا يا شهيد. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غيفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفع الدكتور فصيل عشان يردحني زي ما بتدفع كل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ معرفش ده هما اخواتي بيبو بشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. يا انتوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا ده هو يا فوق لنفسكم. ده انتوا خشوا وقشوا وكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاق افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم، لكن ما شفتوش دكتور بصير العباقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول رصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنايم من بابا من المغرب. ها. سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم، يعني توأم. بسم الله ما شاء الله. صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه؟ يا دكتور احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور، انسى ان احنا الثلاثه يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى؟ طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو. المشروع هيتعمل هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي. يخرب بيت قرفك، انت سايب المشروع اللي حطوك فيه مع اولاد شهيره وبهيره وقاعد تتفرج على السقه بتاعك ده؟ ما هو كله منك. حد قال لك تتجوزي نطع زي ده؟ نطع صحيح، اللي خلف ما ماتش. انت طولي ابنك ليه اربع افلام في السينما. اربع افلام بقفاك يا روح امك. لا يا رب، لا يا رب، عملت فيها كده ليه؟ ما خلقتنيش اخو الاستاذ ولا حتى الحصان بتاعه. طب ولما هو حبيبك قوي كده ما تخليه يكلم لك حد ينقلك مع مجموعه تانيه في المشروع بتاعك. وانا ليه هنا اكلمه بعد اللي كتبتيه عنه؟ احمدي ربنا ان الاستاذ بيعمل لي اعتبار ده بتليفون يجرجرك من قفاكي ويقفل لك الجورنال الاصفر اللي انت شغاله فيه ده. ايه يجرجرني؟ يقدر؟ المفروض واحد زيك يفتخر بامه اللي فضلت محافظه على نفسها عشانك وعشان جمهورها. انا كان زماني اكبر نجمه في مصر. يا سلام. سلامين ثلاثه.
أنا كان معروض عليا بطولة أفلام كبيرة، أميرة حبي أنا، الناصر صلاح الدين، عنترة بن شداد، حب وكبرياء، أنا اللي كنت بقول لأ. عمري ما رضيت أمشي مع مخرج ولا أصاحب منتج ولا أرافق ممثل ولا أعبر حتى ريجيسير، أنا اللي كنت بقول لأ. أنا ياما اتبهدلت. دي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق. خلاص لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. عندك فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف، فيروز نسم علينا الهوى. مفيش فيروز انا نس؟ لا مفيش. طب في عندك تشيرك سبيتس؟ حسن شحاتة هيفسحكم النهاردة. الاهلي هو اللي هيكسب النهاردة ان شاء الله وعلى رهن. حسن شحاتة هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن ايدكوا بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ تجايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قول يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فاكه اقول ما عايش فاكه. هات بقى 20 يا شهير. اخلص 5 ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن أن يسافر عبر كل الحواجز الزمنية معتمداً على الشحنة الكهرومغناطيسية الموجودة بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه إيه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثة بنحلم سوا؟ قوله. أخبارها رام نموريا. تعال تعال اديني المصر اليوم. نعم اديني أي حاجة. أنت هتصاحبني؟ هو ده جنال النهاردة؟ أيوة يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربية دي حضرات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه أربع سرعات. أول تاني تالت رابع مرشديه. بسم الله ما شاء الله رائعة ومبهرة فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول حضرات مش زينة. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط أبيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط أبيض. الخطين دول بيحددوا لك الطريق. أنا انبهرت. انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد يسالني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس بزبون. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربية وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الأخيرة دي بقى. عندك العربية يا ريس. احنا خلاص خدنا العربية. ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك. خد راحتك. إذنك. حط ولاعة مكانها والنبي الله. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملايه اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا باتجاه الملايه هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو
انا هجرب. ها براحتك. خد يلا. هايل هايل هايل، برافو، مبروك. ده اسعد يوم في حياتي النهارده يا فندم. منير بالخطير بعت لحضرتك دول. ميرسي بوبي. من غير ما تفتحيها، بيعزمك على بارتي عنده في البيت بالليل، والعنوان في ظهر الورقه. مش هروح البارتي ده غير لو انت جيت معايا. انا اخيرا لقيتك، وعمري ما هقدر اتخلى عنك ابدا يا فندم. بهيب تعالى معايا، احنا لازم نروح مشوار. اجي معاكي فين؟ يلا. جامده قوي الفرفخينه. الايه؟ اه ده انت صحيح. بص يا معلم، جامده قوي المانجا على الجوافه على الفراوله اللي عليهم الموز والتفاح من فوق. ده انت البت بتاعت المسابقه كان لازم فعلا تحلق لك. تحلق لي؟ لا انا عمري في بنت حلقت لي. انا بحلق عند محمود لبيب شاب، انما ايه هباخدك تحلق عنده. اوعى بقى خليني احاسب. اوعى. اسمها الايه؟ فخفخينه. هنسيبكم هنسيبها انت بقى. انا بقول لك الزمالك قادم، الزمالك قادم. بس بس يا حبيبي بس بس. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، انتوا توأم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابراهيم. وانت حبيبي اسمك ايه؟ حسام. طب معلش يا ابراهيم كده، معلش ممكن تنبيني هنا؟ امضة العميد بقى. انا مش فاهم انت واخداني معاكي لباباكي ليه؟ والنبي يا بهير لازم افرج بابي عليك. بابي جوه يا عبد الصمد؟ ايوه جوه. بهيراني عبد الصمد. يا عبد الصمد، ما كنتش متخيل اني هعيش لليوم اللي اشوفك فيه وانت صغير. اوه يا عبد الصمد. بهير بهير، في حاجه؟ لا اسف. يلا بينا. بونجور بابا. اهلا. بونجور شيرين. سبع سبع. الحمد لله. بابا عايزه اعرفك على بهير. اهلا بهير، ازيك؟ استريحوا انتوا شويه على ما اخلص الميتنج. لذيذ قوي شبه الصور بالظبط. بعد بقى ما اعرفك على بابي، عايزه اخدك واعرفك على جده. جده؟ انت تعرفي جده؟ انت مش فاهمه انا بحبه ازاي. جده ده جامد. بس جامد ايه؟ بس هيروح الزمالك فعلا ولا ايه الموضوع ده؟ يعني ايه يا مومبي الكلام اللي بتقوله ده؟ معقولة العالم كله بيتقدم واحنا واقفين مكاننا؟ التكنولوجيا بتتطور يوم بعد يوم اكتر. انتوا عارفين الاسبوع اللي فات لما كنت في المانيا نزلوا تليفونات جديدة بزراير. ده متثبت بتليفون ابو زراير. ده لو شاف البلاك بيري هيموت. ايه البلاك بيري دي؟ ده شكل الاندروير بتاعنا في الخمسينات. في الستينات اخدنا نفس الموديل بس عملنا له فتحة. في السبعينات غيرنا الاستيك باستيك جديد ياخد ويدي معاك. دلوقتي ما عندناش اي تصور جديد للشكل المستقبلي للاندروير. معقولة يكون عندي ثلاثة من اكبر الديزاينرز في البلد مش عارفين يعملوا لي تصور للاندروير جديد؟ انا عندي فكرة هتخليكوا تجروا 30 سنة لقدام. قول لعبدك يا عبلة لا يتكبر يا عبلة. انا سبع غضنفر يا عبد السود، عمارة الزيادي ها مصارع الاسود. طب اسمعني اذا يا ملاعب القرود، هقطعك حتت وارميك للبعوض، وان كنت انبي انا حرس الحدود. حرس حدود؟ حرس حدود ايه؟ هو الواد ده كان عسكري في الجيش ولا ايه قبل ما يجي هنا؟ اسمع يا عمار يا زياد، وانت يا اسود يا ضب يا حجر، الحكم بينكم هيكون مهو عبر. برافو. ايه الجمال ده؟ الف 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 مبروك يا ابو سمره. ربنا يخليك. انا بقى هشهرك. ربنا يخليك يا استاذ. وهمضيك على ثلاث افلام. بجد والله يا استاذ؟ بس هتاخد مني كام يا عم الحلو؟ اللي تشوفه يا ريس ان شاء الله هتاخد 100 جنيه. هو ده الشغل يا سمير. الف مبروك. مبروك يا حبيبي. شوفوا لنا بقى بكره واحده تتبذبذ المدام كوكا عشان جوزها بيتقمص. يا استاذ يا استاذ، انا ممكن البس حضرتك عادي. لا الا دي مستحيل ابوسها.
ليه ان شاء الله؟ انت فاكرني يعني معرفش ابوس؟ على فكره انا عارف ابوس كويس جدا، حتى اسال اي حد في الاستاديو. انا مش هسال اي حد في الاستاديو، وريحي نفسك، لو السما اتطربقت على الارض انا مش هبوسك. ليه؟ ما يغركش شكلي كده، على فكره انا ممكن حتى اقصاه شويه، ولا انت مش عاجبك شكلي من اساسه؟ يا ستي انت جامده، استغفر الله العظيم يا رب، شوفي هتغلطيني وتخليني اقول ايه؟ يعني انت عشان خلاص ادوك الفيلم واتنجمت خلاص؟ يا ستي مش مساله اتنجمت وادوني الفيلم، الموضوع اكبر من كده بكتير يا انسه سميره. انسه بردك اسال اي حد في الاستوديو. استوديو؟ طب اقتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا لك غسيل معده، اكيد كنت بتحاول تنتحر، ده حب ده ولا ايه؟ لا لا مش موضوع حب، لا ده بس الراجل بتاع العصير اللي كنا عنده زي ما تقول يعني. لا اكيد ده حب. يا ستي مش حب ولا حاجه، ده بس يعني المانجا اللي شربها زي ما تقولي بايظه. لا اكيد ده حب، بس هي لو كانت بتحبك حقيقي كان لازم هي كمان تشرب السم تتقابلوا في الجنه.